صالح من الناس القريبه جدا جدا على قلبي، مدرب من المدربين المحترمين جدا اللي عملوا طفره في الكره المصريه او عملوا طفره في تاريخ النادي الاسماعيلي. يعني يكفي ان هو من الناس القريبين جدا جدا من قلبي، بحبه جدا، جدع بورسعيد الراجل، صاحب راجل. يعني تبقى انت فرحان وانت بتتكلم معاه على اعتبار ان هي شخصيه من الشخصيات الحبوبه جدا جدا، بيحب الضحك، بيحب الحياه بصفه عامه. فبالتالي قضيت معاه وقت من الاوقات في تاريخ النادي الاسماعيلي، وقت محترم جدا جدا. يعني يكفي ان من 6 بطولات اللي احرزهم النادي الاسماعيلي في تاريخه، وانا من رايي ان السنه اللي خدنا فيها الدوري العام اللي هي كان الجهاز الفني كان بدون الكابتن محسن صالح كمدير فني، وكان معانا الله يرحمه الكابتن عبد الرحمن الموس كمدير كوره، كنت انا موجود معاه كمدرب عام، شرفني ان انا اشتغلت معاه، وكان معانا ابو طالب العسوي. فبالتالي فتره من الفترات المحترمه جدا بداناها بدوره وديه في رومانيا، وكسبنا النادي الاهلي هناك في نهايه البطوله. واعتقد ان في الفتره بتاعت كابتن محسن صالح شهدت طفره في لقاءات الاسماعيلي والاهلي، الثلاثات والاربعات. كابتن صالح محسن من المدربين اللي بيدي حريه كامله للعيبه. يكفي انك انت تعرف ان فريق النادي الاسماعيلي في الوقت ده كان في محمد صبحي، محمد فتحي، اسلام الشاطر، عطيه صابر، سيد معوض، عمرو فهيم، نص ملعب خميس جعفر، بركات وما ادراك ما بركات، عماد النحاس كان موجود معانا، كان موجود عبد الحميد بسيوني، لان في طفره في فتره ان هم جم هم من الزمالك، بسيوني وعمرو فهيم، محمد صلاح ابو جريشه كان له دور، فبالتالي حمام ابراهيم كان له دور. فبالتالي هم المدربين اللي بيعرف يدير المباراه بشكل جيد جدا جدا، او تبديلات جيده جدا جدا استفدت منه كتير جدا جدا في كيفيه انك انت بتنزل فرقه امتى، بتلعب مين. كان ليا بعض الذكريات معاه ان هو كان تملي قبل المباريات، وكانت محسن من النوعيات اللي هي يعني ايه، بيحب جدا جدا، بيتفائل بحاجات جدا بيقابلها. فبالتالي قميص معين بيقضيه في غالبيه المباريات اللي بيلعب فيها. كان في كل المباريات كان يجي يقول لي انا نسيت اسم، اقول له ايوه كان لعيب من كينيا، سايمون مولاما، فاقول له سايمون مولاما، يقول لي ايوه. يعني كان الحاجات اللي هي قريبه جدا، لان زي ما قلت لك قريب جدا جدا، بحبه لوجه الله، بتواصل معاه حتى هذه اللحظه. كنت اتمنى انه يبقى له دور في النادي الاسماعيلي، لان عنده خبرات كبيره جدا جدا، سواء في النادي الاسماعيلي او في المنتخب او في النادي المصري او في نادي الكنال او في المنتخبات او منتخب مصر الكبير. فبالتالي سعيد جدا جدا ان انا بوجه رساله لواحد انا بحبه وهو بيحبني جدا. فبالتالي اتمنى له كل التوفيق، واتمنى له باذن الله تعالى حياه سعيده جدا جدا. يعني كابتن محسن من المدربين اللي علمه في حياه الواحد، واستفدت منه كتير جدا جدا، فاتمنى له كل التوفيق باذن الله تعالى في حياته باذن الله. هتقول ايه للقماش؟ يعني احد ابن من ابنائك، احد ابناء المخلصين، يعني انسان مخلص في عمله، عارف دوره، دوره نعم. كويس بيأديه وبمنتهى الاخلاص، بيسمع الكلام، بيسمع الكلام وبيسمع النصيحه وبيتعلم. يعني انا كنت اقول له خالد يعني فرصه اكتب وراي، يعني مش هقول لك ايه، يعني هو كان يقول لي يعني اقول لي معلومات وحاجات يعني في التدريب، كنت اقول له اكتب وراي، احنا قاعدين سنه مع بعض كل يوم هتلاقيه مختلف عن التاني. نعم. ودي كانت ميزه فيا ان انا عندي كم من الدورات التدريبيه عشان الناس تستفاد منك، الناس اللي وكم المساعدين. من التدريبات اللي ممكن تفيد اي مدرب، فقلت له اكتب وراي، ما تكسلش، اكتب وراي واسالني، ما فيش مشكله انك انت تسالني. فكان يجي يسالني، وكان ساعات يجي يقترح، ممكن الاقتراح يمشي على دماغي طبعا، وممكن الاقي الاقتراح يعني في حته هو مش فاهمها، فاقول له ما تشوش في ودني. ما دي الخبرات بقى اللي هنا بقى بتبقى موجوده عندك.